السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة رؤية تبين حصول فتنة وخلاف بين السعودية ومصر. بعث لي هذه الرؤية على صفحة الحكمة في تفسير الأحلام وتأويلها من الكتاب والسنة. الرأي قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، حلمت بالأمس أني داخل مسجد وبصلي في جماعة، وكان في شخص يصلي وهو جنسيته سعودي، وهو في صلاته قطع الصلاة ونظر للشخص وقال له: أنت بتسبني، ودخلوا في جدال. وأنا كنت أنا وابن ثلاث سنوات كنا نصلي، وكنت أسمع سورة نون والقلم وما يسطرون، وابنتي تقف بجانبي في الصلاة التفسير وجزاكم الله خير. قلت لهم: أحباب الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تدل صلاة الجماعة والإمام السعودي الجنسية هو في صلاته وقطع الصلاة أي أن هناك خلاف سيحصل بين السعودية وبلد المصلي. وأنا أعتقد، يعني كما كتبت في الرؤية والموجودة على الصفحة، اللي حاب يتأكد بيجوا على الصفحة وبيشوفوا شو كتبت، أن هناك خلاف سيحصل بين دولة السعودية، لأن الإمام السعودية بتأم الناس في الدين كدولة، يعني اللي فيها الحرمين. قلت لهم: سيحصل هناك خلاف بين دولة السعودية وبلد المصري المصلي، وأنا أدل على المصري المصلي المصري، والسباب يدل على أن بلد الراعي هي كفرة علماء السعودية، لأن السباب في المنام في الرؤية كفر تكفير، يدل على بلد الراعي هي كفرة علماء السعودية وبلادهم، أي كفرة السعوديين، ولذلك سباب المسلم كفر، ومن ثم سيكون هناك أخذ حقوق، وأن الراعي سمع نون والقلم وما يسطرون، أي أن وسائل أصحاب الصحافة والإعلام سينشرون هذا الخلاف، وعلى ما أعتقد أن هذا الخلاف سيزول بعد مدة من الزمن وتصالح البلدين، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.